ورجعنا لحضراتكم ونبتدي أول أخبارنا النهاردة. متحدث الرئاسة بيقول مشاركة الرئيس السيسي بقمة المناخ شهدت نشاطا كبيرا على مدار اليومين اللي فاتوا. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحضر قمة المناخ المقامة في جالاكسو في اسكتلندا، وطبعا واللي بتشهد لقاء مع عدد كبير جدا من قادة العالم، وعلى هامش يعني اللقاءات بيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة العالم زي ما بيبين الصورة هنا. ده رئيس الوزراء البريطاني وعدد كمان من كبار الشخصيات في العالم أجمع، والتقى الرئيس مع مستشار النمساوي واتكلم في أكتر من أمر، منها الهجرة غير الشرعية لأوروبا. وأيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد كبير من الرؤساء، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد آخر من زعماء العالم. عالم قمة مهمة جدا بتتكلم عن تغير المناخ في العالم وتأثيره على دول العالم وتكاتف دول العالم، خاصة الدول العظمى ورؤيتها ومسؤوليتها اتجاه العالم في فكرة يعني ضبط المناخ في العالم كله. عارفين حضراتكم ان تغير المناخ ليه اسباب عدة، منها من بدايات الثورة الصناعية من 200 سنة او يمكن او اكتر، وابتدى تغير المناخ في منها ايضا يعني قطع الاشجار بشكل جائر في اماكن كتير جدا ولا سيما طبعا افريقيا. فدور الدول العظمى بيبقى مسؤولية كبيرة جدا جدا، ويجب ان يتحد العالم. عشان كده بيبقى اللقاء بيبقى متكرر تقريبا كل سنة من اجل هدف واحد، هو ضبط المناخ او الحفاظ على المناخ في العالم كله. من الأخبار كمان المهمة طبعا حضراتكم يعني بتتابعوا اجتماع مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي واللي بيتم مناقشة كتير جدا من الملفات، لكن الحقيقة من الحاجات المهمة اللي تم مناقشتها في الاجتماع هو العاصمة الإدارية الجديدة، واللي إن شاء الله يكون لها اسم زي ما احنا قلنا قبل كده على مسابقة اختيار الاسم، فما نفضلش نقول العاصمة الإدارية الجديدة ونقول الاسم الجديد للعاصمة زي ما بنقول القاهرة، لكن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، الأحياء السكنية، الحي الحكومي، الميادين، منطقة البورصة، منطقة البنوك، وطبعا يعني في استعداد تام لبدء نقل الخدمات والوزارات والهيئات وكل المصالح الخاصة بالمواطنين أو بالحكومة لمقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. لكن كمان من الحاجات المهمة والجميلة اللي تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء هو مشروع ممشى أهل مصر. ممشى أهل مصر يمكن في من حضراتكم اللي بينزل وبيحب كلنا بنحب نمشي على الكورنيش يعني، لكن ان يكون في مسار موازي للكورنيش مخصص للتمشية لركوب العجل، يكون فيها كمان اماكن زي اللي انتم بتشوفوها كده تحت الكباري بدل ما كانت مكان للناس اللي بتنام تحت الكوبري ولا للسرقة، وناس كتير كانت بتخاف حتى تمشي في اوقات معينة جنب الكباري، فالمنطقة دي هتكون ليها مش أهمية واحدة لكن أهمية مزدوجة. مجموعة من الكباري هتخدم كمان المنطقة دي وتوصل ليها، ومنها 15 مايو 6 أكتوبر تحية مصر، كل ده هيكون مرتبط وله علاقة بممشى أهل مصر. حاجة حولت الكورنيش لتحفة فنية، بعد ما منطقة الكورنيش في كتير قوي من طول الكورنيش النيل كنا بنحس ليها خسارة يكون عندنا حاجة زي دي مش موجودة في العالم كله وتكون بالمنظر ده أو بالإهمال ده، فتحفة فنية إن شاء الله يتم الانتهاء منها، وحاليا هم شغالين في المنطقة الرابعة في الزمالك، وتكون خدمة مميزة وترفيهية لكل أهل مصر. بس لازم يحددوا أماكن للناس تبيع ترمي صدورها، عشان يعني الواحد يمشي ما قصدي يعني ما يلغوش الفقرة دي لأن دي بفقرة هي دي أصلا اللي مرتبطة بالكورنيش. أيوة. لو لغوها مش هنبقى بنتفسح، هاكل تركب العجلة وتقف مش لازم العجلة، أهم حاجة بتاعة الدورة وبتاعة الترمس.
طيب نبتدي نشوف مع حضراتكم احوال المرور النهارده. ويمكن من اسبوع اتكلمنا عن غلق لشارع الهرم، والنهارده بنتكلم عن او الاخبار بتقول غلق مداخل مطار القاهره على الطريق الدائري وطريق السويس، فعايزين نعرف اكتر وتاثيرات الاغلاقات المختلفه على الحركه المروريه. شرفنا كالعاده واللي بيدينا الحقيقه المعلومه القيمه جدا استاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالاذاعه المصريه. صباح الفل. صباح الخير يا استاذ اسحاق. صباح الخير يا استاذ هبه. صباح الفل يا استاذ محمد. اهلا بالساده المشاهدين الكرام، اهلا بيك. اخبار المرور ايه، وايه موضوع يعني غلق مدخل مطار القاهره من ناحيه الدائري وناحيه طريق السويس؟ هو في البدايه طبعا هو غلق جزئي وليس كلي حتى لا نؤثر على سير الحركه المريه، وهو على القادم من طريق السويس ومتجه لمحور سعد الدين الشاذلي، وتحديدا الاعمال امام موقف السوبر جيت الجديد لانشاء كوبري للمتجه لمدخل طريق المطار تيسيرا على الساده الناطرين، وايضا القادم من محور سعد الدين الشاذلي المتجه الى طريق السويس، والعكس زي ما احنا قلنا هو انشاء كوبري للمتجه الى مدخل طريق المطار دون التاثير على الحركه المريه مع وضع العلامات الارشاديه امام قائدي السياره. وايضا من اهم التحويلات الكائنه النهارده اللي هتتم تحديدا ولمده 30 يوم، وهو غلق محور صف من فوق شارع السورين الطريق المؤدي الى الطريق الدائري، عشان برضه ننوه للساده المشاهدين من خلال البرنامج، وهو يبقى التحويله معروفه ومظبوطه تحديدا، هو غلق محور صف من اعلى شارع السودان اللي رايح للطريق الدائري. والبديل ايه يا استاذنا؟ البديل يا استاذ محمد ايه؟ البديل ودوت ده هيتم غلقه لمده 30 يوم تحديدا لتركيب كامر المعدني بمحور الطريق كمال عامر اللي هو محور سرعه الزمر بعد تقاطعه مع محور صفت. الامر ده هيستلزم الغلق لمده 30 يوم، وهو اللي جاي من شارع ثروت ومتجه لمحور صفت هيطلع كوبري ثروت، وينزل من كوبري ثروت هيبقى دخل مناطق بولاق الدكرور، ومن عند مستشفى بولاق الدكرور العام بيلف ويرجع يدخل شارع مصطفى مشرفه، وبيطلع مره اخرى المحور صفت من عند فتحه او مطلع منطقه الشرباجي، وبيكمل رحلته عند منطقه الدائري وبيدخل على الطريق الدائري. يبقى احنا كده تجاوزنا منطقه الغلق تحديدا ومنطقه الاعمال. اما اللي جاي من شارع التحرير وجاي من شارع السودان ورايح طالع على محور صف بيعمل بشكل مرجي وشكل طبيعي، ما عندناش اي تحويله في هذا الاتجاه. الاعمال دي لمده 30 يوم زي ما احنا نوهنا كده، وتم وضع العلامات الارشاديه امام قائد السيارات حتى لا نؤثر على سير الحركه المريه. بالنسبه لي الحركه المريه بصفه عامه النهارده داخل محافظات الجمهوريه ما زالت حتى الان جماعها متوسطه، ما بننصحش بتغيير اي مسارات في محافظات الوجه البحري والابري. اما بالنسبه لمحافظتي القاهره والجيزه هتقابلنا الاحجام في شارع السودان امام محطه مترو الجامعه اللي نازل من اعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي نسلك النهارده شارع مراد او شارع الجامعه بيكون بديل جيد جدا. محور 26 يوليو ما زالت حتى الان الاحجام على منطقه ناهيه اللي جاي من اكتوبر والشيخ زايد ونازل على مدن الدان، بيفضل سلوك محور رود الفرج افضل حالا. مطلع كوبري 15 مايو اللي جاي من مدن لبنان دلوقتي ومتجه لمناطق الزمالك والقاهره بعض الشيء هيفضل سلوك كوبري الجامعه افضل حالا. شارع النيل عند منطقه مجلس الدوله اللي جاي منه وشارع شارل ديجو دلوقتي ورايح نفق العجوزه بعض الشيء ممكن نستخدم النهارده كوبري الدقي هيكون افضل حالا في هذا التوقيت. كوبري الجامعه النهارده اللي جاي من مناطق الجيزه ورايح مناطق القاهره بعض الشيء ممكن نستخدم كوبري الجلاء او كوبري عباس. محافظه القاهره هتقابلنا بعض الاحجام اعلى الوصله المعلقه في كوبري اكتوبر نتيجه ان كان عندنا سياره معطله وتم الانتهاء منها وجاري تصفيه الكثافات، ممكن نطلع كوبري اكتوبر من غمره محور صلاح سالم عند منطقه العروبه الرايح ارض المعارض بعض الشيء هيفضل سلوك محور النصر. اعلى كوبري الحدائق بعض الشيء اللي رايح مناطق مدينه نصر والفنجري هنستخدم المسطح الارضي شارع مصر والسودان، او نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه ده اللي هيكون بديل عن مناطق الحلميه والتجميد اللي رايح مناطق مصر الجديده. عدا ذلك الحركه المريه مرضيه عدا المحاور اللي ذكرناها للساده المشاهدين الكرام. ألف شكر أستاذ محمد على تحليل حضرتك القيم للحالة المرورية النهاردة، وإحنا يعني مستمرين في النشرة المرورية عشان بس ننوه على حضراتكم، لأني ممكن حد يبقى مسافر النهاردة مثلا ومصر يدخل مثلا طريق المطار من ناحية الدائري أو ناحية طريق السويس فبيتعطل تقريبا وقت كتير جدا عشان يدور على مدخل آخر، هكذا بعض الطرق اللي إحنا قلناها. فبشكرك جدا أستاذ محمد.
شكرا ليك أستاذ محمد. نكمل معاكم أخبارنا والعيد 67 للإنتاج الحربي. الإنتاج الحربي بتحتفل بعيدها 67، وده بمناسبة إطلاق أو تصنيع أول طلقة ذخيرة مصرية بمصانع الإنتاج الحربي. أول طلقة ذخيرة مصرية للإنتاج الحربي كانت 1954، ودي كانت بداية انطلاقة، يعني أن مصانع الإنتاج الحربي قد إيه هي ممكن تساهم في كتير جدا جدا من الصناعات. طبعا هي احتفالية كبيرة أقيمت على مسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لكن يمكن حضراتكم طبعا في القطاع المدني أو الصناعات المدنية اللي بتخدم المجتمع غير الصناعات الثقيلة الخاصة بالقوات المسلحة واللي بتنتجها مصانع الإنتاج الحربي، لكن منتجات كيميائية، منتجات مدنية. يعني يمكن مين فينا في بيوتنا القديمة وفي بيت أهلنا ما عندناش السخان والغسالة والبوتاجاز والحاجات اللي لما بنشتريها ونبقى عارفين إن هي دي اللي هتعمر وتعيش العمر كله، كانت كلها من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي. إنتاج طبعا المعدات الزراعية الثقيلة والجرارات وكل ما يخص الزراعة كمان في الإنتاج الحربي. الفترة اللي جاية وبالفعل يمكن ده بدأ مصانع الإنتاج الحربي بدأت كمان تدخل في صناعة السيارات والسيارات الكهرباء، يعني بتكلم إن دورها على النطاق العسكري القوات المسلحة كمان دورها في المجتمع المدني كبير جدا جدا. كل سنة وكل العاملين في الإنتاج الحربي طيبين وبخير يا رب. كمان من أخبارنا، وزير التموين بيقول توجيهات مكثفة لكافة الأجهزة الرقابية والمديريات لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار. بقالنا كام يوم بنتكلم على الرقابة المستمرة على الأسواق، محتاجين الرقابة من وزارة التموين بشكل مستمر. يمكن امبارح تابعنا مع حضراتكم بعض الأسعار، يعني من متابعتنا ان اسعار الدواجن قلت بشكل ملحوظ خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. لو انا الكلام غلط اكتبوا لنا على الصفحة وقولوا لنا الكلام ده مش مظبوط. امبارح كنا برضو بنجيب حتى اسعار البيض بنحاول نتابعها من خلال منافذ وزارة التموين. اتكلمنا امبارح ان هو بتتباع في المنافذ الطبق ب49، وفي محلات على فكرة بعيدة عن وزارة التموين بتبيعها ب46 و47 جنيه. فواضح فعلا ان في كمان الأسعار قلت شوية، بنتمنى الأسعار تقل أكتر من كده. والأسعار مش هتقل لما بفرض الرقابة فقط، يعني إحنا اتعلمنا من زمان جدا الأسعار ما بتقلش فقط بفرض الرقابة، لأنك أنت مش هتوقف رقيب في كل محل أو كل سوبر ماركت. الأسعار تقل في حاجة واحدة بس، زيادة المعروض، وده اللي بتحاول تعمله وزارة الزراعة وزارة التموين والقوات المسلحة بالتعاون مع بعض. والتعاون ده ما كناش بنشوفه زمان، اتكلمنا من يومين عن القصة دي، إن التعاون ده ما كناش بنشوفه زمان، كان كل وزارة بتشتغل بمعزل عن عمل الوزارة الأخرى. النهاردة بنشوف في تعاون ومشاركة، فلما بيبقى في قرار ان احنا نزود المعروض من الدواجن، نزود المعروض من البيض، نزود المعروض من اي سلعة فيها مشكلة، فيبتدي بشكل تلقائي السعر يقل. لكن بنتمنى رقابة اكتر، بنتمنى طرح اكتر للسلع عشان الاسعار تقل كمان اكتر من كده. ان شاء الله تقل، واعتقد ان احنا كمان لازم يكون عندنا الوعي اننا نمتنع عن الحاجات اللي شايفين ان اسعارها مبالغ فيها وفي استغلال او جشع من التجار، اللي نقدر نعمله ونعمله ونتجه في الوقت ده اللي بيبقى فيه ارتفاع في الأسعار للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين وبتوفر فيها كمان منتجات وزارة الزراعة، ونحاول أننا نشتري منها. أعتقد مع زيادة المعروض مع عزوف في ارتفاع الأسعار، الأسعار هتنزل لطبيعتها. جهاز مراقبة الاتصالات، يعني أعتقد حضراتكم بتشوفوا اللي ساكن منكم مثلا في مناطق معينة بيلاقي الشبكة فيها ضعيفة من شركات الاتصالات بشكل عام، في مكان شغله ما بيلاقيش شبكة، يعني في أماكن فيها الخدمة ضعيفة. طب ده بيعدي كده؟ لا، في جهاز مراقبة الاتصالات وهو ده اللي بيقيم وبيراقب وبيشوف جودة الشبكات عاملة ايه. طب لما يبقى الشبكة ضعيفة يعني هو هيعمل لهم ايه؟ المفروض ان بيكون في قرار او تكليف او يعني نقول انها اوامر انه يكون في زيادة في المحطات التقوية او الشبكة.
الشبكات. طيب ده برضو بيمر مرور كرام؟ لا، لما بيكون في ضعف للخدمة بتأثر على المواطن، يا حاج بتدفع فلوس وما بتاخدش خدمة، الشبكة عندك ضعيفة، بيتم تغريم شبكات الاتصالات. وده اللي الخبر بيقوله، ان جهاز مراقبة الاتصالات بيغرم شركات المحمول 25 مليون جنيه بسبب ضعف الخدمة. هيدفعوا مش كفاية 25 مليون. هو مش كفاية قصاد اللي المصريين بيدفعوه الحقيقة. احنا عايزين يعني الحقيقه شبكات المحمول كلها يعني ما بنشوفش منها غير اعلانات بالملايين، يعني ال 25 مليون دول بيدفعوهم في نص اعلان كده في رمضان. طبعا ال 25 مليون دول ما يكفوش حتى 10 ثواني في الاعلام من كميه النجوم اللي بيجيبوهم، لكن على ارض الواقع في اماكن كتيره جدا الخدمه عيانه، يعني مش هقدر اقول كده، الخدمه بعافيه جدا ومريضه جدا جدا جدا. فبنتمنى رقابه اكتر على هذا الامر، لانه حاجه الاتصالات والانترنت بقت حاجه تخص حياه الانسان. وانا لما بلاقي مثلا شبكه ضعيفه فاسالك، هو انت موبايلك ايه؟ هو انت شبكتك ايه؟ عشان اقول انها ضعيفه، يعني مكانك فين وشبكتك ايه؟ فبعرف ان الشبكه ضعيفه. فالحقيقه الموضوع بقى في زياده كمان قطاع الانترنت. وبنقول ان رغم رجوع المدارس والجامعات بشكل منتظم، الا ان برضو في كتير من الدروس او المحاضرات او حاجات كتير قوي الولاد بيبقوا مرتبطين بيها بالانترنت. وزير المالية بيقول قرار ترشيد النفقات الحكومية يشمل السفر والحفلات. ويتكلم السيد وزير المالية دكتور محمد معيط خلال يعني في مجلس النواب، وتكلم ان الموازنة الجديدة ما تمش اضافة اي اعباء حكومية اضافية داخل الموازنة. وقال كمان ان هو يعني هيبقى في ترشيد في النفقات الحكومية للسفر والحفلات. جميل ان الحكومة تراقب نفسها وتعيد من أول وجديد فكرة أني أراقب نفسي وأنتقد نفسي، يعني أراقب نفسي وأنتقد كمان نفسي. أنا عندي بند السفر بقى زيادة حبتين، لأقلل البند ده، وبدل ما المسؤول بيسافر معاه 5-6 يبقى المسؤول يسافر لوحده معاه 1، بدل ما يسافروا 5-6 يسافروا 2. حفلات بتقام بأغراض مختلفة داخل كل وزارة، لا تقل، بلاش منها، نشيلها خالص من البند. لأن فكرة إضافة أعباء كتيرة للموازنة في أي سنة من السنوات اللي جاية، ده اللي بيدفعه المواطن في الآخر، واللي بيتحمله المواطن، وبيجي على خدمة أو طريق ممكن يتسفلت أو حاجة ممكن تفيد الناس كلها. فأنا الحقيقة معجب جدا بهذا الخبر. ربما خبر يبان أنه هو عادي، لكن فكرة أن الحكومة تراقب نفسها وتنتقد نفسها ده أمر جيد جدا. نختم معاكم بخبر لأصحاب المعاشات وانتظام صرف المعاشات لشهر نوفمبر. وفي انتظام اجراءات احترازيه، الناس اللي بتصرف معاشاتها من البنك مش بكروت الاي تي ام. يعني السيده نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي اوصت بضخ كل النقديه اللي ممكن تكون متوفره في ماكينات الصراف الالي عشان تسهل على الناس انك تصرف معاشك من اي مكان، او كمان الناس اللي بتصرف من البنوك، فتقدروا تنزلوا تصرفوا معاش شهر نوفمبر كل شهر وانتم طيبين ودايما في كل خير كده وسعاده، ومع الماسك والكحول في ايدك وانت بتصرف المعاش بتاعك او بتتعامل مع الماكينات، لان احنا رجعنا شويه الموضوع ده نقلل منه، يعني ما يكونش فيه اهتمام قوي. الطابور بيبقى الناس لازقه في بعضها وما فيش ماسكات وما فيش اي حاجه. فارجوكم يعني حرصوا كده على نفسكم لغايه الفتره دي ما تعدي بخير وسلام. دي كانت اخبارنا النهارده، لسه معاكم ولسه معانا موضوع مهم جدا، لكن دلوقتي هنخرج لفاصل قصير ونرجع لفقرتنا روحيه باكرا يا رب تسمع صوتي.